لمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف دكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، بعد التحية، تتوجه أنظار العالم لمدينة شرم الشيخ، تتوجه للتعرف على أهم التوصيات والمخرجات الخاصة بمؤتمر كوب 27، مطالبات بمرونة وتحمل الجميع لمسؤولياته فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمؤتمر، فيما يتعلق بالتمويل لعدد كبير من الدول في هذا الإطار. في رأيك، ما أهم هذه المخرجات؟ تحية والاحترام لحضرتك أستاذة غادة والأهل، أستاذة آدة والأهل مزير جميعا، تحياتي واحترامي لحضراتكم. أهلا. كلنا فعلا يا أستاذة زي ما حضرتك قلتي يعني عينينا على شرم الشيخ، أذنا مع شرم الشيخ. تأجيل المؤتمر 24 ساعة كان بهدف محاولة الخروج بتوصيات جادة حتى في هذا المجال. مصر في أول في كوب 27 أول مرة تضاف على الأجندة بند الخسائر والأضرار والتعويضات. صحيح. ما بقيناش بنتكلم فقط يا أستاذة أدا في 100 مليار اللي من سنوات لم نجمع عشرها أو ما إلى ذلك، ولكن 100 مليار والدعم الدائم الحالي والسابق استقرار عليه والتعويض عن الخسائر. الدول النامية مش كلها قادرة على استيعاب ما حدث لها من تغيرات مناخية، خاصة ان الدول النامية ممكن تنقسم ثلاث، لدول نامية، دول اقل ساعية للنمو، ودول اقل نموا. الدول تحملت اعباء غير عادية، خاصة يمكن في مؤتمرنا ده سبقوا العديد من الكوارث التي ضربت العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا. حضرتك شفتي فيضانات باكستان وثلث الأراضي الباكستانية غمرت بالمياه، خسائر تقدر مبدئيا ب 30 مليار، وقد يكون هذا الرقم متواضع على حجم الخسائر اللي كلنا شفناها. الحرائق في الأمازون، وأسعدني حضور الرئيس البرازيلي في أول رحلة له خارج وطنه بعد انتخابه أو إعادة انتخابه رئيسا، أن يتعهد بأن لا حرق لأشجار الأمازون، لا حرائق في الأمازون، لا تقطيع لها، حيث أن الأمازون هي رئة من رئتنا، من رئات العالم أجمع في هذا المجال. لذلك فيضانات ألمانيا والفيضانات والحرائق التي ضربت الغلال في الهند وما إلى ذلك، الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع فاتورة الغذاء، والأمم تزحف على بطونها. لذلك كان هنالك جدية وحدية في الإصرار المصري بصفتها رئيسا لهذا المؤتمر على ضرورة إدراج الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول، وهذا يضيف عبء على الدول التي أحدثت بالفعل هذه الأضرار. نحن لا ندعي على أحد، لا مصر ولا إفريقيا، مصر تمثل العالم تمثل نفسها والعالم العربي وإفريقيا، ويكاد يكون دول الشرق الأوسط معتمدين على مصر في إنجاز هذا الأمر. أمر قد يبدو للبعض يسير، ولكنها مسيرة عسيرة كانت تحتاج إلى هذا الصبر وهذا الإعداد وهذا الامتداد ليوم آخر من أيامنا. نتمنى من الله وسنسجد له شاكرين دائما حينما تؤتي التوصيات بما يسلك صدورنا جميعا. النتائج التي حدثت في عالمنا، في عالمنا جميعا، ليس علينا، فالتلوث البيئي يحمل جواز سفر صالح للعبور لكل الامم ولكل الدول، والكل تاثر بيه يا دكتور. نعم نعم، يعني حتى هم ايضا، حتى الدول يعني الاكثر تقدما والدول الصناعيه الكبرى تاثرت بهذا بشكل كبير. نعم، لذلك هم تشعرين حضرتك انهم لا يراوغون كثيرا، ولكنني حينما شاهدت قاده الدول يعودون يغادرون في طائراتهم وسفنهم عائدين، وبدات جلسات الخبراء،
الشيطان يكمن في التفاصيل يا أستاذة آدة. الخبراء كل واحد فيهم برضو عايز مصلحة بلده، عايز يقلل الدفع أو التكلفة أو التمويل اللي هيدفعه، عايز ينظر للأبعاد القادمة، عايز يكون في حد لهذه الأمور. البعض يعول على المشاريع الجديدة التي ستحدث مثل في مصرنا الحبيبة الهيدروجين الأخضر. صحيح. والطاقة المتجددة. يعني ما تتحدث عنه حضرتك دكتور مدحت سيأخذني إلى يعني التساؤل القادم، وهو في التوقيت الذي تتوجه فيه أنظار العالم إلى كوب 27 إلى مدينة شرم الشيخ، تتوجه أيضا أنظار العالم إلى مصر، كما أبهرت مصر العالم خلال الأيام الماضية طوال انعقاد فترة انعقاد مؤتمر كوب 27. الحقيقة أنه ليس فقط ما يتعلق بمدينة شرم الشيخ بالإجراءات اللي تم اتخاذها الصديقة للبيئة، لكن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن هي تعمل بشكل كبير جدا في إطار التنمية المستدامة على إحلال الطاقة النظيفة، الطاقة الجديدة والمتجددة محل الطاقة التقليدية. والحقيقة أنها يعني رغم أن مصر لديها الكثير من الهموم، لكنها استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في هذا الإطار، ويتضح ذلك في المدن الذكية الجديدة التي يعني تبنيها مصر. في رأيك إلى أي مدى سيؤثر ذلك على الاستثمار على الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة؟ يعني أقول إيه، يعني أحسنتي وأجدتي في التعرض لهذه النقطة يا أستاذة بمنتهى الجدية، ولا مجاملة في ذلك. 29 نوفمبر ستحضر روسيا، وسيحدث اليونايتد ستيتس اوف امريكا والعم سام ورفاقه للتباحث في اخطر موضوع يواجه العالم حاليا بعد هذه الازمه الخاصه بالحرب الروسيه الاوكرانيه. لماذا اختيرت مصر؟ هل اختيرت مصر لا مجاملة لا لكونها مليون ومئة ألف كيلو متر مربع في وسط العالم أو على كورنيش العالم؟ لا، اختيرت مصر بعدما أبهرت. كان هنالك اختيارات متعددة، ولكن حينما أبهرت مصر العالم بما حدث في كوب 27 طوال الأسبوعين الماضيين وما قبلهم، المنطقة الزرقاء التي قدمتها مصر للأمم المتحدة بصفتها الراعية على هذه المنطقة وفقا للأسانيد والمعايير والمتعارف عليه دوليا، وأيضا بالمنطقة الخضراء، التنظيم الجيد الذي سينتهي بإذن الله على خير، ويعود هؤلاء الآلاف التي الإحصائيات تتحدث عن 40، وهنالك من يتحدث عن 60 ألف، وهنالك قادة دول، وهنالك فخر مصري عن جعل التزكية الدولية لحضور مصر، بالإضافة إلى حيادها الدبلوماسي العسكري الثقافي بين قوى العالم جميعا، جعلت القوتان الأعظم يجتمعون في مصرنا الحبيبة. هذا يشير إلى الاستثمارات، هذا مبعث جلل للاستثمارات، هذه ممرات للاستثمارات. الأمم المتحدة لا يخلو تقرير منها إلا عن الحديث عن مصر، الحديث الإيجابي يا أستاذة غادة، حديث إيجابي بمنتهى الجدية، ووضعوا على لوائحهم وعلى تقاريرهم حياة كريمة لمصر قبل أن تكون حياة كريمة لأفريقي. هم يطلبون من العالم تقليد هذا المشروع أو العمل عليه أو محاكاته في بلادهم وما إلى ذلك. والآن مصرنا في كوب 27 تحيل حياة كريمة للجميع المصري إلى حياة كريمة لأفريقية، ولقى هذا استحسانا من القادة الإفريقيين بطريقة غير عادية. وبالمناسبة أبهرتنا جميعا مندوبة غانا، دولة غانا الإفريقية، وهي تتحدث بالأمس وتقول وتشكر مصرنا الحبيبة أثناء الحديث وبعد الحديث وقبل الحديث الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء ووفود الدول، الدعم الأمريكي الألماني في خصوص لمصر في هذا الشأن. كل هذا تمهيد للاستثمارات الجادة الحادة القادمة.
استثماراتنا مع أشقاؤنا العرب رائعة. حضر رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة مصر وقعت عدد من الشركات في إطار COP27. أقول لحضرتك يعني حاجة صريحة يا أستاذة آدة، أنا ما بقتش يعني أستخدم الأرقام بحاول أتهرب منها قدر المستطاع. أقول حوالي أقول 11 يطلعوا 16، أقول مش عارف 100 مليون، لا إحنا ولله الحمد ولله الحمد مش نهرول، نسير بخطى واثقة تجاه مستقبل باهر لمصرنا الحبيب. القيادة السياسية ورفاقها ودورها المؤثر في هذه الأحداث واهتمامها، مصر صعدت الجبل بكامل حمولاتها. ولماذا تقول هذا الآن؟ لأن مصر بالفعل صعدت الجبل بكامل حمولاتها، لم تتخلى عن امرأة فقيرة في وسط خضم الإصلاحات الاقتصادية وما إلى ذلك، وكلنا نعلم حينما تهم دولة الإصلاح الاقتصادي ويتدخل صندوق النقد الدولي وما إلى ذلك ماذا يحدث؟ لم يحدث هذا، بل استفقنا. لم تتخلى عن المرأة المعيلة، لم تتخلى عن البطاقات التموينية وما إلى ذلك، على الرغم من ارتفاع فاتورة الغلال والغذاء والأقماح وما إلى ذلك. ومع هذا زرعنا وصنعنا وعقدنا مؤتمر اقتصادي أشاد به القاسي والداني، وجلسنا في مائدة مستديرة لا أخجل حينما أقول كان ضيوفها الأجلاء هم من المعارضين وهم من أصحاب الفكر الذين يطلبون تعديل هنا وهنا. نحن على الطريق، المسيرة عسيرة هي بالفعل كذلك في الاستثمار القومي على المستوى الوطني أو الاستثمار العالمي، لكن البشاير الحظ موجود لكن بقدر ومحدود. أحيانا أستاذ أداعب تلامذتي في المدرج أو في القاعة أو كده وأقول لهم الحظ موجود لكن بقدر ومحدود، لكنه يذهب لمن يستحقه. مصرنا تستحق هذه الأمور لأنها أعدت إعداد جيد ارتبط فيه العلم بالعمل، وحينما يرتبط العلم بالعمل تسمو الأمم بجد، خاصة في ظل وجود قيادة حكيمة وإرادة واعية للأمر حتى على مستوى المواطن المصري. تلمحين حضرتك أشبعونا غمزا وهمزا ولمزا بما سيحدث في يوم معين، وستقوم الثورات وستضع الحركات. لم يحدث شيئا ولم يستجيب المواطن، بل كنت أسمع من طلابي ينقلون عن آبائهم ومن يقولوا كان الله فعل أي قيادة في الوقت الحالي الذي تحدث. وكنت دائما عبر قنواتنا المصرية وعبر كل صدفاتي في البعض أشيد دائما أن هذه الكوارث العالمية وارتفاع الأسعار لا دخل لحكومتنا به، وليست نتيجة أي قرار لا قدر الله خاطئ أو في مسار طبيعي، بل نتيجة حروب عالمية، كوارث، فيضانات، ارتفاع مناسيب بحار، حرق، احتراق نتيجة الحرارة العالية. الاستثمار قادم في الهيدروجين الأخضر، لكن أنت تخيلي حضرتك بلجيكا والنرويج وشمال أوروبا والمسائل بيوقعوا 16 مذكرة تفاهم، والإمارات تمضي 10 مليار. الإمارات والسعودية لهم مني شكر خاص حقيقي له للرئيس دولة الإمارات والولي عهد المملكة العربية السعودية وجلالة الملك سلمان، دعموا المؤتمر. السعودية جاءت لتقيم في مصر منتدى الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى السعودية الخضراء، كانت تستطيع أن تفعل هذا في نيوم، هذه المدينة والبقعة الساحرة البيئية التي تشبه بلادنا كثيرا في شرم وما إلى ذلك، هي على البحر الأحمر من الناحية الأخرى. صحيح. لكن وجودهم يا أستاذة آدى هنا ويبقى في تاني يوم المؤتمر و7 نوفمبر و11 و12 المبادرتين والمنتدين وما حدث من لهم من جذب عالمي ودعم مالي. والإمارات الشقيقة أيضا، الكويت، دولة الكويت، المنطقة العربية، حضور الرئيس الجزائري ودعمه
لمنتدى البحر الابيض المتوسط او شرق الغاز دون منافسه جوفاء. لا، ندعم مصرنا في هذا. المنتدى اصبح عالمي واصبحت دوله المقر مصرنا الحبيبه، وتسعى اوروبا الان لهذا الفكر الجديد الخاص بانتاج الهيدروجين الاخضر. ويمكن هو عباره عن عمليات كيميائيه يمكن مش بنفهم فيها كثيرا كناس بتوع اقتصاد وعلوم سياسيه او علوم اداريه، لكنه بيعتمد على طاقه نظيفه. يعني نعم، طاقه نظيفه تفصل الهيدروجين عن الماء ولا ينتج عنها كربون بالزبط. او اكاسيد كربون او ماء، ونصدر ويستخدم في السفن وفي المصانع وما الى ذلك. 16 مذكره تفاهم تخص هذا الامر في شرق بورسعيد والسخنه. البنيه الاساسيه المصريه او ما يدعونه باللغه الانجليزيه الانفراستراكشر اصبح جاهزا لهذه الاستثمارات اللي حضرتك اشرت اليها. صحيح. في معرض حديثنا هذا. صحيح. الاستثمارات لن تاتي لمجرد اننا نجحنا في مؤتمر او في هذا او هذا، لا لا لا، لكن كانت هناك العديد من الخطوات السابقه لكي نصل الى هذه النقطه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت الصالح، استاذ الاداره والتنميه المستدامه، ولما اضفتوا لنا ومشاهدينا الكرام.